سميتي الشارف ميمونة من مدينة توريرت. بيع القهوة كنوض مع الصباح كندير للدراري هكا الغداء الفطور هادي، وكنخرج مع ديك الوحدة كنخرج نبيع القهوة ديالي عند الحانوت كيعطرها لي هو، وكنطبخها كنوض الصباح مع ديك العشرة ولا الحداش كنديرها على الغلاي وكنطبخها. هي كتبغي القهوة إلا بغيتيها تجي زينة كتبخ شي 4 سوايع باش كتجي مزيانة، وكنطبخها وكنخرج مع ديك الوحدة ونص الزوج كنخرج ندور بها هنايا في هاد المدينة كنبيع كنبيع اللي كتب الله أخويا. كاين الحمد لله عندي الإقبال عندي الكليان. أخويا ما كرهناش حنايا، حتى حنا ما كرهناش اخويا نطوروا المشروع ديالنا، والله ما كرهنا حتى حنا نديروا شي مشروع يكون شويه كبير حتى حنايا. جاتني هذه الفكره اخويا كنت نخدم في الديور، كنت نصبن للناس وفي التالي عييت مع عندي مرض مزمن قاسني السكر. ايوا وخرجت قلت لها فكرت انا في هذه القهوه نبيعها. هذه الكروسه عاونوني فيها المحسنين وخدمتها، عاونوني فيها موسى فارسي نبيل بودره عاونوني وخدمتها، وكنطلب الناس يعاونوني بحد الا بغاو يكبروا لي هذا المشروع شويه بعدا بحال هاد الكروريسه، شويه يديروا لي شي كروريسه زينه ما احسن، وندير فيها الغله ندير فيها المادلين حتى حنا نديروا الحلويات هكا نكبروا شويه المشروع. ايوا راك عارف ونطلب المحسنين عاود رحنا دي شحال وحنا متمنين شي دويره هكا قلناها لهم مازال ما حتى واحد مازال ما يسير الله. ايوا ولا بغاو يعاونونا خويا واخا هي دويره خويا ماشي ما كارياش. عطيني واحد السيد ما نكذبش على ربي نقول لك راني كاريه راني قديمه في واحد الدار ولكن ما فيها لا ضو لا ما خويا فيها مشاكل ورحنا ساقرين فيها خويا، ولكن قهرنا الضو الظلام قهرنا الماء ما عندناش. ونتمنى حتى حنا مشي بيت وكوزينه راني قديمه تمام 2000 راني قديمه هذه شحال من عام وحنا مكرفصين راه شي 14 عام ولا 15 وحنا لا ضو لا ما. هذه المره عاد راني شريت واحد الطاقه وراني دايراها شويه صغيره وراني مدبيانه فيها، والما كنسقيو اخويا كنسقي بالتيو هكا مره بالتيو يعطيني شي جار مره نسقي بهمبونات كل مره وسمو ندير. وعندي واحد البنت مريضه حتى هي مسكينه اعاقه ذهنيا وجسديا وما كتقراش هي البنيه ما تقراش اي الدار مسكينه عندها 25 عام. عندي جوج اولاد وهي وهاد البنت. المطالبه ديالي الاخيره الا بغاو يشوفوا محالنا خويا وهاد الوليدات نتمنوا حتى حنايا شي دويره خويا كيفاش نستقروا شي دويره بعدا تاع الدنيا بعدا اي دويره خويا هذه هي اللي رحنا نطالبوا فيها خويا.